فيها تركيز، فيها هدوء الأعصاب، برودة الدم. كذلك الحراس، نتحدث عن أبرز حارسين هما خالد العسكري والزوير العروبي. في الجديدة يقولون عن الزوير العروبي بأنه أسد ضربات الترجيح، وكذلك خالد العسكري كان وراء التألق في نهائي كأس العرش الماضية عندما ساهم في تتويج الرجاء على حساب الجيش بتصدي لكرة القديوي. إذن متولي أول من سيسدد أمام الزوير العروبي، أول ضربة ترجيحية للرجاء البيضاوي صاحب الاختصاص هو محسن متولي، يصعد لتنفيذ، يركز كما يجب. إذن متولي يتقدم، هدف، أول هدف للرجاء في فصل الضربات الترجيح الأولى والهدف لفريق الرجاء البيضاوي. شاهدوا متولي بكل هدوء بطريقته المعتادة، الحارس في جهة والكرة في جهة المعاكسة، وبالتالي تقدم لنادي الرجاء. شاهدوا نظرة محسن متولي، نظرة ثاقبة، تركيز، هدوء، برودة الأعصاب، شيء مطلوب في تنفيذ ضربة الترجيح. إذن لمن ستكون الكلمة الآن؟ للصليف، يصعد لتنفيذ الضربة الترجيحية لفريق الدفاع الحصني الجديد أمام خالد العسكري. إذن خالد في أول امتحان في هذا الفصل الأخير، خالد العسكري أمام ليتشينام، سليف ليتشينام، تقدم ليتشينام بطريقة جميلة، بطريقة جميلة. يعني هذه الطريقة تحتاج فعلا لثقة عالية بالنفس، تحتاج لثقة عالية بالنفس، لأن يعني الطريقة اللي وضع فيها الكرة بالشباك، نعم، تحتاج لثقة عالية، لا يفعلها إلا الكبار، لا يفعلها إلا الكبار. يعني في المقص الأيمن لمرمى الحارس هنا خالد العسكري، العسكري تحرك قبل تسديد الكرة، تقريبا تحرك بلحظات قبل تسديد الكرة، بالتالي سهلت المهمة على اللاعب ليتشينام. إذن 1-1 بين الفريقين ليتواصل التشويق. هو عبد المجيد الدين الجيلاني من يتكلف بتسديد الضربة الترجيحية الثانية أمام الزوير العربي. إذن عبد المجيد الدين الجيلاني يتلقى إشارة التنفيذ، هدف، هدف بنفس طريقة، بنفس طريقة محسن متولي وكذلك ليتشينام. إذن هدفان مقابل هدف واحد. كل ما سجل نادي الرجاء البيضاوي كل ما ازداد الضغط على لاعبي فريق الدفاع الحسن الجديد من اجل التعديل. هذا هو عبد المجيد الدين الجيلاني، لعب النادي المكناسي سابقا. يعني هنا عبد المجيد الدين احتاج القوة، سددها بقوة وكان موفقا. اذا من التالي في التنفيذ؟ كل يضع يده على قلبه هو احمد شاكو. السائل معروف انه يسدد بقوه، شاكو معروف انه يسدد بقوه فعلا، شاكو كاد ان يضيع شاكو، كاد ان يضيع شاكو. قلت بان شاكو دائما هذه طريقته في تنفيذ ضربات الترجيح، يعني هنا ضربات الجزاء تنفذ بقوه من احمد شاكو وكان محظوظ فيها فعلا. بعض الأحيان تحتاج إلى الحظ ليكون بجانبك، وفعلا الحظ كان بجانب المدفعجي أحمد شاكو. فعلا لاحظوا ردة فعله بعد التنفيذ، لأنه تنفس الصعداء، لأن كان بإمكان العسكري أن يصد الكرة الماضية. إذا هدفان لمثلي من الثالث من جانب الرجاء البيضاوي. نظرة على الكاسة الفضية، هل تدى بالدفاع أم لنادي الرجاء البيضاوي؟ فيفيان مابيلي هو من سينفذ ضربة الجزاء الثالثة للرجاء البيضاوي امام الزوير العربي. يقف في مكانه فيفيان مابيدي، يتقدم فيفيان، بشكل جميل، بشكل جميل. يعني الزوير العربي يعتقد بانه تحرك شيئا ما قبل التفتيت. شاهدوا القراءه لم تكن موفقه بالنسبه للزوير العربي، وبالتالي الكره تستقر في الشباك. 3-2 للرجاء البيضاوي داخل القدم. هنا طريقة جميلة جدا، اللاعب مابيدي يسجل الهدف الثالث.
من سيسدد هو بكرة الهلالي. بكرة الهلالي عنده صوابق في ضربات الترجيح. يسجل هدف. رائع. هدف فعلا طريقة رائعة. شاهدوا الكرة كيف سددت من بكرة الهلالي. تحتاج لدقة مثل هذه التسديدات. وفعلا الدقة كانت موجودة عند بكرة الهلالي. كانت صعبة على خالد العسكري. إذن 3-3. تعادل دائما. ويتواصل التشويق في ضربات الترجيح الرابعة للرجاء. زكريا الهاشمي هو من سينفذ ضربة الترجيح الرابعة للرجاء. أيضا يتلقى إشارة التنفيذ زكريا الهاشمي. زهير العروبي يصد. هذه المرة قراءته كانت ممتازة. يصد كرة اللاعب زكريا الهاشمي ويقرب الكأس للجديدة. شاهدوا ردة الفعل الممتازة لزهير العروبي. قلت بأنه أسد ضربة الترجيح. تألق أمام الوداد وتألق أمام رجاء بني ملال. هل يكون الحال كذلك في مباراة النهائية أمام الرجاء البيضاوي؟ زكريا إذن يضيع ضربة الجزاء الرابعة للرجاء البيضاوي لتبقى النتيجة على حالها 3-3. حسرة كبيرة على ضياع ضربة الترجيح من جانب زكريا الهاشمي. أيضا من سينفذ الرابعة للجديدة؟ خالد العسكري يترقب هذه الكرة. المدى قرناص. هدف للدفاع الحصري الجديد. أيضا 4-3 مشاهدة كرام. إذا نسير نحو تنفيذ الضربة الترجيحية الأخيرة للرجاء البيضاوي. شاهدوا كم قريب خالد العسكري من صد. المهدي قرناص سدد القوة في الركن الأيسر لمرمى الحارس. خالد العسكري الجديدة تقترب من الكأس. والمدرب الشيخ يقترب من الدخول للتاريخ من أوسع أبوابه كأول اسم يصنع لقب للدفاع الحسن الجديدي. ولكن المباراة لم تنتهي بعد. إذا ضاعت ضربة الترجيح هذه ستنتهي المباراة. إذا من سينفذ؟ تنفذ ضربة الترجيح. الراقي يسجل. إذا نحن على موعد مع الضربة الترجيحية الفاصلة. هذا هو عصام الراقي بشكل جميل في الزاوية الميتة في المكان الصعب على حراس المرمى. فعلا كانت صعبة على زهير العروبي. فعلا الراقي نفذها بطريقة جميلة وجميلة جدا. إذا من سيكون صاحب الضربة الترجيحية الأخيرة التاريخية؟ من سينال شرف تنفيذ الضربة الترجيحية الأخيرة التي تصعد بالجديدة لمنصة التتويج؟ والكل يترقب. الجديديون هل يكونوا على موعد مع التاريخ في هذا اليوم المجيد في المغرب عند الاستقلال؟ إبراهيم النقاش يسعى لتنفيذ ضربة الترجيح. إبراهيم النقاش يتقدم. إبراهيم حكم يعطي الإشارة. إبراهيم تضيع. يتواصل التشويق في هذه المباراة. كانت أمام إبراهيم النقاش فرصة لتمهيد الطريق نحو البوديوم بالنسبة للدفاع الحسن الجديدي. ولكن هنا العارضة فعلا تقف أمام إبراهيم النقاش. لنعود إلى نقطة البداية مرة أخرى. ونبدأ في السلسلة الثانية. شاهدوا مرة أخرى إبراهيم العارضة. هذه ذكرتني بمباراة 2005 في النهائي بين أولمبيك ريلغا
والرجاء فريبيا كانت عندها الضربة الترجيحية الأخيرة وكان بإمكانها أن تحسم اللقب، ولكن الكرة اللاعب الفريبكي اصطدمت بالعارضة وأعادت اللقاء من نقطة البداية ليفوز الرجاء باللقب. هذا حصل في 2005، هل يتكرر في 2013؟ إذن ضربة ترجيح الرجاوية تنفذ بهذه الطريقة. زهير العروبي، يا أسد ضربات الترجيح، يا أسد ضربات الترجيح، تقرب البعيد، تقرب الكأس مرة أخرى بعد أن ابتعدت للحظات. ها هي تقترب من الجديدة، ها هي تقترب من دوكالا مرة ثانية. زهير يا زهير، أسد ضربات الترجيح، بعدت الوداد على المنافسة، أقصيت بني ملال. هل تكون فعلا اليوم صانع مجد الجديدة باللقب الغالي الذي انتظره الجديديون منذ 56 سنة؟ إذن زهير العروبي هو من سينفذ ضربة الترجيح، ستدخل التاريخ يا رجل إذا فعلتها. الرجاء تبقي على الحضور، الرجاء تبقي على حدودها. خالد العسكري في دور البطل في محاولة تصدي هذه الكرة. هل هو زهير من سيسدد؟ هل زهير أم أيوب سكوما؟ تترك لزهير العروبي، تترك لزهير العروبي. ماذا يقول بن شيخة؟ هل يفضل سكوما؟ إذن زهير العروبي هو من سينفذ. إذن زهير العروبي أمامك فرصة للتتويج باللقب الغالي. زهير العروبي، جول جول، دفاع الحسن يا الجديدي، بطل لكأس العرش موسم 2013، سجل يا تاريخ، دول يا تاريخ. إنه في يوم عيد الاستقلال بالمغرب يوم 18 من نوفمبر، الجديدة تتوج بأول لقب في تاريخها بعد خيبات الأمل في النهائي الرابع، تتوج باللقب الغالي. نعم يدخل للتاريخ من أوسع الأبواب. تحسب لك يا زهير، أسد ضربات الترجيح، تحسب لك يا عبد الحق يا بن شيخة، ذكرتنا بشيخ المدربين رابح سعدان لتوج بلقب افريقي مع الرجاء. ها انت تفعلها مرة اخرى في المشهد الكروي المغربي، تتوج بالكاس الفضية. كم هي الفرحة كبيرة بمدينة الجديدة وبالنواحي، بلواحي الجديدة. سيدي بنور، أزمور، شتوكا، وسيدي اسماعيل، وولاد غانم، وولاد رحمون، فعلا الجديدة تحتفل. وبن شيخة تدخل التاريخ يا رجل، تدخل التاريخ يا رجل. أعدت الاعتبار للدفاع الحسن الجديدي، محبوب محبوب. نعم استجيبت اليوم بتتويج الدفاع الحسن الجديدي، لعل الأسعد بن شيخة، ولكن الأسعد كذلك فاطمة العويسي المشجعة الوفية لفريق الدفاع الحسن الجديدي. مهما كانت النتيجة دائما نقول الرجاء دائما في العلياء، نعطيها حقها. اليوم فشلت في تحقيق اللقب الثامن، لكن الرجاء دائما في العلياء بألقابها، بتاريخها، وبلاعبيها، وبجمهورها الذي تنقل بعدد كبير. إذا لحظات استلام الكاس، إذا الكاس الأولى التي هنا يحمل الكاتب العام طبعا الجامعة السابقة هنا طارق النجم، يسلم الكاس لصاحب السمو الملكي الأمير موري رشيد، وبدوره سلم لقائد الفريق الجيش الملكي الذي توج باللقب على صعيد الإناث بعد الفوز على نادي الوداد الرياضي. وجاءت اللحظة التاريخية، هي لحظة سعادة الجديدين بلقب تاريخي الأول للدفاع الحسن يا جديدي. عادل صعصع القائد الوفي للجديدة يرفع الكأس الفضية في هذه اللحظات، يستلم من يدي صاحب السمو الملكي الأمير موري رشيد، والكابسولة كل الجديدة، كل المدن المجاورة سعيدة بهذا اللقب. نعم بفضل لاعبين وقتاليتهم، وبفضل كذلك الإطار بن شيخة. إذن صور تتويج، صور خالدة للدفاع الحسن الجديدي بعد 50 سنة وأكثر من الغياب. ها والدفاع يتوج باللقب. إذن على وقع احتفالات أنصار الدفاع باللقب، ودعكم على أمر اللقاء بكم في فرصة قادمة بحول الله. إلى اللقاء.
الكلمة تعود مرة أخرى للزميل ماجد الشجعي في الاستوديو التحليلي. إلى اللقاء. شكرا جواد باد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.